خليني أقول ليش اخترت نادي الفيحة بأن يكون محطة لك في هذه التوقيت؟ جيت لهنا باش نقدم الإضافة، وعندي يعني فكرة على الدوري السعودي من قبل، أتصور أنه شيء هذا خليني باش نتأقلم بسرعة إن شاء الله، ولما لا يعني نحقق الأهداف اللي عازمين عليها إن شاء الله نادي الفيحة إن شاء الله. من أيش طموحك أنت كلاعب مع هذا النادي؟ التجربة متاعي اللي مريت بها في عديد الأندية ولا في الاحتراف متاعي نحاول أنه نضيفها للنادي الفيحة. هل تفكر جدياً بأنه يكون نادي الفيحة سلم بأن تلعب مثلاً لأندية فئة الكبار؟ تعرف أنه لاعب كرة قدم دائماً لازم يكون عنده الطموح الرياضي، لازم تكون عنده أهداف رياضية. بالنسبة لي أنا يعني جيت للنادي الفيحة لأسباب رياضية بحتة، إن شاء الله الواحد أنه يتوفق في الشيء اللي جاء ليه. أجمل فترة كروية قضيتها في الملاعب؟ ممكن في الدوريات العربية تعتبر نادي الاتحاد، ظهر لي من أحلى وأمتع المواسم اللي قضيتها في البطولات العربية. أمين الشرميطي ابن تونس الخضراء يبدع في المسطحات الخضراء للسعودية. أبوك وأمك في بداية مشوارك كانوا رافضين تماماً أن تلعب كرة قدم، لماذا؟ كان الاتفاق يعني مع العائلة أني أوفق بين الدراسة والكرة، هذا زاد يعني أهمية الدراسة أني تخلي الإنسان حتى يعني كلاعب كرة قدم أنه يعرف كيف يتصرف وكيف يتفاعل يعني في مسيرته الكروية. في ناس أيمن تقول بأنك أنت لم تنجح مع نادي الاتحاد. احنا لما نتحدث على لاعب كرة قدم نتحدث على الإحصائيات متاعه، بالنسبة لي أنا تعتبر محطة يعني ناجحة، اللي خلتني منها هي لو كان يعني ما كانت ناجحة ما أتصور أنه يعني يكون في صعوبة كثيرة للاعب العربي أنه من بطولة عربية وخلينا نقول بين ظفرين يعني بطولة خليجية أنه يروح للدوري يعني أوروبي. رغم النجومية اللي أنت حققتها وبشكل كبير جدا إلا أنك لم تحافظ على مقعدك مع المنتخب التونسي، لماذا؟ ممكن زاد الفلسفة متاع المدرب يعني الإطار الفني الجديد أنه يشوف أنه يبغى تكون فيه روح جديدة في المنتخب. أسطورة كرة القدم في تونس. أستاذ طارق ثياب، في زبير بيا، هذوما اللاعبين، فيه ممكن الحين حاتم طرابلسي. عندي شوق كبير إني راح ألعب إن شاء الله ضد الاتحاد في الجوهر إن شاء الله. اليوم نلعب يعني بزي نادي الفيحة، وهذايا من واجبي إني نقدم 200% من إمكانياتي ومن أهدافي إني احتراما في الأندية المنافسة إني أسجل.